الحالة الاقتصادية اللي مرت بيها مصر الفترة اللي فاتت والفترة كمان الحالية خلتنا نفضل طول الوقت نتكلم على الاقتصاد المصري، عن طرق لنمو الاقتصاد المصري مرة تانية، خلتنا نتكلم طول الوقت عن انه ايه الفايدة من اننا نفضل طول الوقت الحكومة تزود في الاسعار، حاجات كتير. ايه فايدة التعويم بشكل عام؟ ايه علاقة الذهب بالاقتصاد؟ كل الحاجات دي كلنا في الشارع بنتكلم عنها، اللي ليه علاقة بالاقتصاد واللي كمان ملوش علاقة بالاقتصاد. قلنا في بداية الحلقة النهاردة انه في مؤتمر اسمه اليورو ماني، المؤتمر ده معمول السنة دي في مصر، وطبعا مش اول مرة يتعمل، دي تقريبا الدورة الـ 22 للمؤتمر ده. حابين نعرف، ودلوقتي احنا بنتكلم كمان فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر، حابين نتكلم في اهم النقاط اللي نوقشت داخل المؤتمر ده. فايدة التعويم زي ما قلنا هتبقى ايه، ايه فايدة انه الاسعار بتزيد، هل مثلا الطبيعي انه استنى لغاية 2030 علشان اشوف الفايدة على الشعب المصري وعلى الشارع، ولا المفروض انه الفترة اللي انا عايشاها لغاية ما يحصل ازدهار مرة تانية للاقتصاد، انه انا كمواطن مصري بسيط اشعر بشوية تحسينات وبشوية حاجات كويسة حصلت لي في الشارع في حياتي في المجتمع بشكل عام، هل لازم يبقى عندي طاقة معينة لازم تبقى موجودة عندي لغاية لما يحصل ده؟ ده اللي هنعرفه النهاردة من ضيفنا اللي مشرفنا جدا وجوده معنا، دكتور إيهاب فريد الخبير الاقتصادي. أهلا بيك يا دكتور، مشرفنا ومنورنا. بداية كده قبل ما نتكلم عن أي شيء ليها علاقة بالاقتصاد المصري بشكل عام، خلينا نتكلم عن مؤتمر اليورو ماني، خلينا نتكلم أكتر عن أهدافه، عن النقاط اللي بتناقش داخل هذا المؤتمر وعلاقتها وأهميتها بالنسبة للاقتصاد المصري. بالنسبة للمؤتمر اليورو ماني ده طبعا يعتبر من حاجة كويسة جدا حصلت عندنا هنا في مصر، وده يعتبر دليل مادي للعالم كله ان مصر تعتبر دخلت في مرحلة اقتصادية كويسة جدا، ان العالم بينظر لها نظرة تانية غير قبل الثورة خالص 2010، وده مكمل للمؤتمر الاقتصادي اللي اقيم في شرم الشيخ، فده طبعا يعتبر انطلاقة كويسة جدا، ويعتبر ده يعني للعالم كله توضيح ان احنا ابتدينا نبتدي المسار الصح، المسار الاقتصادي الصح. ده طبعا نتيجة اقدر اقول التوجيهات الرئاسية بالحاجات اللي حطيناها او الرئاسة اللي حطيتها بالنسبة للنظرة الاقتصادية لمصر والتحديات اللي خدناها. طبعا سيادة الرئيس قام تحديات جامدة جدا وإجراء جامد جدا في الإجراءات الأخيرة، اللي يعتبر نقول عليها إجراءات جريئة وحاسمة ما قدرش أي رئيس قبليه ياخدها، فاستشاف إن لازم في الوقت ده ما نستمرش في الضلال اللي احنا فيه، لأن احنا كنا في مرحلة طبعا أقدر أقول لك يعني بقالنا 30 سنة، الناس كلها بتتكلم بقالنا 30 سنة 30 سنة 30 سنة، إيه 30 سنة دي؟ 30 سنة احنا كنا يعني ايه عايزين قاعدين بنستخبى من الحاجة الواقعية، قاعدين بنحط راسنا في التراب. فطبعا سيادة الرئيس قال لك لا ما ينفعش كده، احنا لازم نظهر ولازم نبقى في متحديين مع الدول، يعني الدول الاقتصادية نبقى احنا طبعا نعتبر ما نجيبش عليكي من الدول النامية، بس طبعا الحمد لله رب العالمين اصبحنا الدول بره ليها نظرة اختلفت جدا. احنا من 2011 مؤتمر اليورو ماني ده بينظروا لنا نظرة، الدكتورة فيكتوريا بين اللي هي رئيسة المؤتمر بتنظر لمصر نظرة تانية خالص. طيب احنا تمام، احنا حاسين بانه المستثمرين الاجانب بداوا يبقى ليهم استثمارات كتير داخل مصر، حاسين انه ارتفاع رصيد العملات الاجنبيه في الفتره الحاليه عن الفتره الماضيه، لكن اللي حابين نعرفه انه ليه المستثمرين الاجانب بداوا يتجهوا اتجاه ايجابي ناحيه الاقتصاد في مصر والاستثمار داخل مصر، بالاضافه الى الصوره نفسها اللي اتغيرت عن مصر والاستثمارات داخل مصر والاقتصاد زي ما حضرتك قلت، واهمهم طبعا راي دكتوره فيكتوريا بن مدير عام المؤتمر السنه دي. فحابين نعرف ليه الصوره اتغيرت، هم شايفين ايه في مصر خلى الصورة تتغير للأفضل طبعا عن السنين اللي فاتت. أقول لحضرتك على حاجة، احنا مصر فيها مقومات كتير جدا ان الاقتصاد بتاعنا يبقى قوي،
بس للأسف ما حدش كان بيستغله استغلال أمثل. فلما سيادة الرئيس قال لك لا لازم نبتدي مهما كان الصعوبات اللي هتواجهني، ما فيش مشكلة، أنا لازم الخطوة دي إجراءات حاسمة جدا وجريئة قوي، ما كانش حد قدر قبليه خالص ياخدها، مع احترامي طبعا للأشخاص اللي قبل كده يعني. فطبعا تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه في ناس بتشتكي منه كتير، ما اكذبش عليكي، او في فئات تضررت منه، بس احنا ما ننساش برضو ان احنا خارجين من ثورتين. ثورتين دي في اي دولة اقتصادية اقتصادها قوي تؤثر فيها اصلا. احنا يعني الحمد لله رب العالمين برضو نقدر نقول الاقتصاد بتاعنا مش قوي، بس الحمد لله بقى قوي، والدليل على ذلك ان احنا ابتدت كل الدول تبص لنا لاستثماراتنا، ده برضو بالاضافة الى القانون الاستثمار الجديد اللي اقر، ده طبعا لفت نظر المستثمرين الاجانب بره انهم يبتدوا ينظروا لمصر نظرة تانية خالص، تسهيل ليهم بعض الاجراءات. ده طبعا ادى قانون الاستثمار الجديد ده بينص على ايه؟ اقول لك على قانون الاستثمار ده سهل، يعني اللي هو جعلنا الشباك الواحد. ايه هو الشباك الواحد؟ ان المستثمر بيجي انا عايز اعمل مصنع كذا كذا، انا عايز اعمل الحاجه الفلانيه كذا. صحيح. ده ما كان الاول، ما قبل ذلك يعني، كان الاول بيقعد مثلا المستثمر يجي يقعد له مثلا شهرين ثلاثه عقبال ما ياخد ورقه بقرار ولسه هيبتدي. دلوقتي القانون الاستثمار الجديد بمعنى ان انا كمستثمر رايح اعمل مشروع بقدمه وخلاص في خلال اسبوع بيطلع كل اوراقي جاهزه بكل البيانات اللي هي، خلاص ببتدي في مشروع على طول. فوائد هذا القانون انه تم تسهيل الاستثمار داخل مصر من المستثمرين الاجانب. طبعا طبعا. فده لفت نظر المستثمرين بره. واقول لك على حاجه برضو، مؤتمر زي اليورو ماني انه يتعمل في مصر ده حاجه قويه جدا. ليه؟ اقول لحضرتك حاجه، المؤتمر ده او اليورو ماني ده نظرته ايه؟ هو من سنه 1969. تمام. ده بيشوف ايه الدول الناميه وايه الدول يعني الشديده الاقتصاد، ويبتدي يحط زي ايه بلان كده بينهم، بيحط يقول لك مثلا دي الدوله دي كويسه، فمن ضمن الدول اللي بره حاطين العين عليهم مصر والكويت والسعوديه ولبنان، دول اللي هم يعني كنظره مستقبليه كفي الاقتصاد هيبقى قوي جدا ان شاء الله يعني. ده عشان برضو يعني فضل ربنا وفضل برضو اللي اقول لك الاجراءات اللي احنا بناخدها او الاجراءات اللي الحكومه بتاخدها، وده طبعا واضح دلوقتي الايام دي ان في حاجات كتير بنعملها زي العاصمه الاداريه وزي مشاريع كتير جدا بنعملها، دي المواطن مش حاسس بيها دلوقتي. ما هو ده اللي كنا بنتكلم فيه، انه امتى هيحس بيها المواطن؟ ما اقول لك على حاجه، تحديد الوقت صعب، بس انا ممكن اقول لك تحديد وقت يعني متزامن مثلا بين سنتين ثلاثه بالكتير، هتحصل طفره ان شاء الله يعني، طفره يعني غير متوقعه. احنا متوقعه بالنسبه لنا كخبراء، لكن غير متوقعه بالنسبه للاشخاص العاديين. الشخص العادي بيبقى عايز الحاجه توصل له دلوقتي في وقتها عشان يحس بيها، عايز دلوقتي يبقى في جيبي كذا اللي داخل لي كذا، فطبعا مش ممكن. ما هو ليه هو بيحس ده؟ لانه بيدي للدولة برضو من دخله كتير، بيدفع ضرائب كتير، بيدفع خدمات كتير. أنا خلي بالك حضرتك، بالتالي هو محتاج إنه يحس إن إحنا طالعين من ثورتين. أنا فاهمة، أنا ما بعترضش على قرارات الحكومة. وأوعي تفتكري إن أنا برضو كان أنا بوصل وجهة نظر المواطن اللي في الشارع. بالظبط، كلام حضرتك صح. أوعي تفتكري برضو إن أنا بقول لك إن في الإجراءات دي مالهاش سلبيات، لا ليها سلبيات على المواطن اللي هو دخله ضعيف. إيه هي السلبيات دي؟ ان طبعا الاسعار زادت، ده طبعا ادى الى يعني تذمر من الناس، تقول لك لا الاسعار زادت، بس كل اصلاح اقتصادي او ما بعد الثورات بتيجي حاجات كتير جدا صعبه. فالاجراءات دي هي اللي هتجعل اللي احنا خدناها اللي هي زي القانون الاستثمار والكلام ده، هي اللي هتجعل المواطن خلال فتره قريبه يحس بان رجع له حاجه. لكن احنا لسه في بدايه النهوض الاقتصادي يعني. تمام. يعني اقول لحضرتك حاجه، مؤتمر زي اليورو ماني يعني يجي مصر ليه الا اذا كان شايف ان مصر دي ملاذ اكيد للمستثمرين بتوع بقى. طب اهم النقاط اللي تم مناقشتها داخل المؤتمر، هي طبعا المؤتمر ده متعلق يعني علاقه جامده جدا بالمؤتمر الشمول المالي اللي هو اقيم في شرم الشيخ. تمام. او تكمله ليه، يعتبر نقول استكمال ليه، ده طبعا لايضاح الرؤيه
للمستثمرين الأجانب والعرب، في إيه الإجراءات اللي سهل لها المستثمرين عشان ييجوا أو تبقى قوة جذب ليهم لإقامة مشروعاتهم و يعني إقامة مشروعات بتاعتهم، وإن هم يعني إنهم أخدين فكرة مثلا على مصر من فترة إنها ما فيش اقتصاد، خايفين واحد يجي أنا رأس مالي هاجي بماليين أحطها، طب أنا ضامن إيه اللي هيحصل بعد كده؟ فلا، ده المؤتمر بيوضح رؤية شاملة ومتكاملة جدا إيه اللي إحنا عملناه في مصر جديد. إحنا بنقدم لكم أهو قوانين جديدة وحاجات جديدة، إجراءات جديدة قدامكم أهي، ودي حاجات واقعية مش حاجات بنقولها وخلاص. فما المؤتمر عايز أقول لك إن في محللين واقتصاديين عالميين، يمكن أول مرة في ناس فيهم يحضروا في مصر يعني أو يجوا الشرق الأوسط، ده طبعا حاجة كويسة جدا بالطبع. فده الحمد لله رب العالمين، ده برضو نتيجة الإجراءات الحكومية اللي بتتخذها الحكومة، وطبعا دي بما يعادلها الإجراءات الرئاسية اللي أشار بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن لازم لابد من حسم الموضوع إن أخد القرار دلوقتي. جميل، حضرتك قلت انه الفتره دي في ناس كتير جدا معترضه على فكره تعويم الجنيه. بالظبط. احنا عايزين نعرف دلوقتي بخبره اقتصاديه عاليه من حضرتك تقول لنا دلوقتي ايه السلبيات من فكره تعويم الجنيه، وايه الايجابيات اللي يمكن كلنا مش شايفينها او نجهلها بمعنى اصح. اقول لحضرتك السلبيات طبعا اللي ما يختلفش عليها اتنين، هي عباره عن ارتفاع الاسعار. الأسعار ده طبعا شيء ما نقدرش نخبيه، ده أنت حاسة بيه وأنا حاسس بيه وكل الناس حاسة بيه. ده من إجراءات اللي هو تعويم الجنيه. سلبياته طبعا أي حاجة في الدنيا، يعني لما تيجي أنا عايز أطلع السلم الآخر بطلع سلمة سلمة أكيد، فطلوعي في الأول ده لازم يبقى فيه يعني إيه زي ما بيقولوا كده بالبلدي يعني مجهود شوي. فأنا إذا أنا مش هطلع بأسانسير، لا أنا هطلع على رجلي، فلازم سنة سنة. الناس مش مستحملة انها تطلع عايزة تطلع مرة واحدة، ما فيش كلام ده، يعني حتى في الدول المتقدمة فيش كلام ده، الاقتصاد بيتبني سنة بسنة. تمام، الاقتصاد بيتبني سنة سنة، ما عندناش مشكلة في ده، لكن الناس كمان لو بنتكلم في فكرة انه الطبيعي ان كل حاجة تطلع سنة سنة زي ما بدكنا نطلع سلم، يبقى الطبيعي كان انه كمان ارتفاع الاسعار تطلع سنة سنة علشان الناس ما تحسش انه حصل كارثة مثلا، او انه لا كتير علينا كده. انا اقول لحضرتك بالاضافة اننا دخلنا زي ما هو، انا قلت لحضرتك في اول كلامي ان الاجراء اللي اخذته الرئاسة او الرئيس اجراء حاسم وقوي وجريء، لن يجرؤ رئيس قبليه انه ياخد القرار ده، بس هو شايف ان لازم الوقت ده، واحنا طبعا حواليه كنا بنقول له ان احنا لازم تاخد القرار ده دلوقتي، احنا كنا بنعرض الكلام ده على ما سبق بدون ذكر اسماء، فده افضل وقت، ده افضل وقت للحصول على احسن نتيجه. بالظبط. تمام، انت حضرتك تعالي شوفي، لو حضرتك نمر مع بعض كده على العاصمه الاداريه، العاصمه الاداريه 24 ساعه الشغل فيها فظيعه، ما بيقفش الحمد لله. ما ناس هتقول لك طب من فين الفلوس دي؟ طب ما هي دي اللي احنا قاعدين شغالين فيه، ده يعني العائد بتاعه هيظهر لكم، هيجي لكم مش هيجي لي بالظبط، ولا هيجي لحضرتك ولا هيجي للرئيس، والرئيس قاعد اربع سنين هيجي للناس اللي موجوده في الشارع اللي هم اصلا وارد كانوا متضررين الفتره. فمعنى حضرتك ازاي؟ بس كلنا نامل انه يا ريت يكمل، لاني بامانه والله مش عشان حاجه يعني، الراجل يعني سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي عايز مصر تبقى حاجه تانية. يعني اول يعني احنا كلنا حاسين بدايه يا دكتور، لانه فعلا حاسين ان سياده الرئيس شغال يعني فعلا بايد من حديد، وشغال مش بس في الاقتصاد، شغال في العلاقات ما بيننا وما بين دول العالم كلها. والله لو اقول لك ان الراجل ده يعني ربنا يعني يبارك له ما بينامش خوفا على المواطن المصري، حضرتك هتقولي لي انت بتقول كلام اعلامي او كلام شو اعلامي، بس انا والله بقول لك الصراحه يعني فعلا الراجل ده عايز مصر تبقى حاجه. الحقيقه انه واكيد اللي يحس ويستشعر هيلاقي حاجات كتير في مصر تعمل. أكيد. يعني اقول لحضرتك يمشي في الشارع هيشوف حاجات كتير قوي حاصله، يعني حاجات كويسه، الكباري اللي قاعده بتتعمل، العاصمه الاداريه، كل الكلام ده من فين؟ بالطبع. قناه السويس، الناس دلوقتي ماسكه قناه السويس، الدخل قل الدخل قل الدخل قل. طب انت بالظبط تعالى نتكلم مع بعض، تعالى نتكلم مع بعض، واحد زائد واحد بيساوي اتنين. كم الرؤساء اللي جم مصر الفتره اللي فاتت، وكم الشخصيات الهامه اللي دخلت مصر الفتره اللي فاتت، بتدل على انه سياده الرئيس بيعمل طول الوقت على انه يقول انه مصر هي بلد الامن والامان، وانه بيحصل فعلا تامين كويس جدا، وده بيؤدي الى زياده الاستثمارات في مصر. بالزبط. فكله بيعود
تعود بالنفع في النهاية على الاقتصاد المصري. أنا أقول لك على حاجة، مثال بسيط جدا ممكن الناس أخذ باله منه في المؤتمر الاقتصادي. قال لك أنا قعدت مع رئيس شركة سيمنز بيفصلوا، تخلي رئيس جمهورية قاعد مع رئيس مجلس إدارة شركة سيمنز. إيه دي بقى؟ يعني أنا دي مش يعني أنا آسف يعني مش شغلتي، أنا رئيس جمهورية. أكيد. أنا قاعد وزير مالية، قاعد وزير التجارة الخارجية، مسؤول عن ده. بالظبط مسؤول عن ده، لكن أنا أقعد يبقى ده دليل إن أنا عايز حاجة للبلد كويسة. بالظبط. إحنا معانا تليفون، بعتذر لحضرتك، أستاذ برنابة من اسكندرية. ألو. أيوه صباح الخير. صباح الخير أستاذ برنابة. بصبح على الدكتور بيتك. شكرا. كنت عاوز أطرح فكرة جديدة للتمويل بدون فوائد وبدون شروط. اتفضل. الفكرة الجديدة دي ممكن يعني توصلنا لحوالي 10 مليار دولار أو أكثر طبعا. طيب. تمام. آليات التنفيذ فيها يا ريت يعني يا تستضيفيني يا أقابل مندوبتكم هنا في الأستاذة كنا ميخائيل في اسكندرية واشرح لها آليات التنفيذ دي. طب حتى يعني عايز تطرح علينا الفكرة دلوقتي ولا حابب تقابل حد يكون يوصل فكرتك؟ طرحت عليك أثرت فيها وأنت ولا بتهتموا بحد. انا بقول لحضرتك انا ممكن تاخد رقم تليفوني من الكنترول. تمام. وانا يعني اهتم شخصيا وتتواصل معي. طيب دكتور ايهاب يعني بيدي لحضرتك سبورت اهو وبيقول لك سيب لنا رقمك في الكنترول وهو هيكلمك. لا انا هقولها لك. طيب اتفضل، احنا سامعينك يا فندم. بتاعتي الفكره يعني. اتفضل. الفكره اللي احنا هنعمل فكره الجمعيه بتاعت الموظفين انا هعملها مع الدول. مع البنوك المركزية. واخد بالك؟ والدول الغنية تقبض الجمعية في الآخر. والدول الفقيرة تقبض الجمعية في الأول. وبعدين آخد الفلوس دي 10 مليار أو 15 مليار أنشئ مصانع تجيب لي القسط اللي هدفعه كل شهر. واخد بالك؟ فكرة كويسة. فاهماني؟ تمام. فاعتقد ان على البنوك المركزيه للدول الصديقه لنا زي السعوديه زي الامارات زي الكويت نعمل جمعيه مع بعض، انا هقبض الاول الثاني هيقبض الثالث وهكذا على 10 مليار او اكثر من 10 مليار دون ادفع فوائد وبدون شروط. والله فكرة كويسة جدا. فكرة حلوة جدا. يعني دكتور ايهاب من حضرتك حق الاختراع ده. حق الفكرة. لا فكرة كويسة جدا والله يا أستاذ برنابة، ويا ريت والله برضو يعني ممكن نعملها في سياق أكتر. بالظبط. في سياق أحسن وأفضل، بس هي الفكرة في حد ذاتها كويسة جدا. بدل ما الدول تديني منح وتديني قروض. بالظبط صح. والضرايب. صح. لا. صح. أنا هقبض وهم هيقبضوا بعد كده. يعني فلوس ما راحتش الأرض. جميل، انا بشكرك جدا استاذ برنابة على فكرتك، وبرضو يعني استاذنك تسيب رقمك في الكنترول روم ودكتور ايهاب هيتواصل مع حضرتك. بشكرك شكر جزيل. الفكره حلوه، الناس بتفكر. طبعا يعني انا بغض النظر عن انه فكره استاذ برنابة فكره محتاجه شويه تاهيل علشان ينفع تتنفذ بشكل يعني مختص او متخصص اكتر اقتصاديا افضل. ايوه بصوره اقتصاديه افضل، لكن الناس بتفكر انه ازاي احنا كمان نطور من اقتصاد البلد. طبعا. وده بيدينا دفع، وده يعكس ان الناس يعني شايفه ان الحكومه يعني ماشيه في المسار الصح. فده حاجه مطمئنه ان الناس الحمد لله حاسه ان الحكومه ماشيه في يعني في مسار صحيح، ده عشان الاقتصاد يبقى كويس. تمام. احنا دلوقتي اتكلمنا على تعويم الجنيه وقلنا السلبيات وقلنا بعض من الايجابيات اللي يمكن احنا ما كناش عارفينها او نجهلها الى حد كبير. نتكلم بقى في شق تاني في الاقتصاد واللي الناس برضو حاسه بيه قوي، هو زياده سعر الذهب بشكل يعني كبير جدا وبشكل فائق الحدود. وعايزين نعرف اولا ايه علاقه الذهب بالاقتصاد المصري. اقول لحضرتك على حاجه، انا من خلال يعني خبرتي في خبره يعني فتره زمنيه ما يعني يعني كنت متابع جيد للمجال الذهب او كنت داخل فيه. يعني فكره الذهب اللي الناس ما تعرفوش هو مش محلي، الناس كلها فاكره ان الدولار عالي التعويم عالي فالذهب عالي. لا لا لا، الذهب ده حضرتك اسعار عالميه، ده سعر بورصه.
ملوش علاقه خالص باي احوال محليه. هو الذهب ليه علاقه زي سعر العمله، زي سعر العمله تمام، ليه علاقه بالاحوال الاقتصاديه. احنا لا ننكر ان الناس ماسكه مصر. حضرتك تقصد الذهب الخام؟ الذهب الخام، الخام نفسه. بالظبط، انا بتكلم البورصه دلوقتي. سيبك بقى من سعر الذهب اللي هو المصنعيات والكلام ده، لا دي قصه ثانيه. الخام نفسه هو اللي سعره سعر بورصه. بالظبط، سعر بورصه، ده سعر عالمي. الناس ممكن، في ناس يعني الفكر ممكن يكون ضيق شويه، بس ده مش يعني حاجه كويسه. ما انا مش راجل اقتصادي عشان افهم ان الذهب ده. ايوه بالظبط. الناس تقول لك لا ده الذهب عالي يبقى الدولار عالي يبقى ده بسبب التعويم. لا لا خالص، ملوش علاقه بتاتا بتعويم الجنيه. هو ليه الذهب مرتبط بسعر الدولار فعلا. سعر الدولار ده احنا بنحدده هنا في مصر اللي هو سعر الصرف والتعويم والكلام ده، لكن سعر الشاشه اللي هو البورصه ده عالمي، ده مرتبط حضرتك بالاقتصاد العالمي. احنا الاقتصاد العالمي عندنا لا ننكر انه سيء، عشان ما نضحكش على بعض. الناس قاعده تقول مصر مصر مصر، لا، الاقتصاد العالمي كله مهزوز. ده نتيجه، ده يتضح في ايه؟ ان سعر الذهب عالي. لما حضرتك الاقتصاد بيتهز، دولار يورو بيتهز، اي مستثمر او راس مالي بيجب او مش بيجب بيلاقي ان الملاذ ليه الامن هو الذهب. يعني بدل ما اسيب فلوس دولار او يورو، لا انا اسيب عندي ذهب افضل. فبيبتدي المستثمرين، انا دلوقتي في شهر 10 مثلا في اوروبا او في 7 بجمع الارباح بتاعتي، اوكي، فانا لا احولها يورو لا دولار لا ذهب. الذهب دلوقتي نقول عمله ما نقولش معدن، هو معدن بس اصبح عمله. فالناس بتجري ورا ان هي تبقى في ملاذ امن، ان يبقى فلوسها في حاجه امنه، هو في الذهب. ده بيبتدي الذهب يعلى، ده بيعلى كده، بيعلى عن طريق ده، ان الناس شايفه ان خلاص الاقتصاد بيقع، ان الدولار ممكن في اي لحظه يقع، اليورو في اي لحظه يقع، واحنا كلنا شايفين ان اليورو يعني علاقه متضاده هو والدولار واليورو مع بعض. فالناس تقول لك لا انا احط ذهب افضل خام، هو اللي يبقى الملاذ ليا لاي لا قدر الله اي حاجه سلبيه او اي حاجه ايجابيه، لا انا معايا ذهب خلاص يبقى كده انا في امان. فهو ده اللي على سعر الذهب. لكن على سعر الذهب الناس فاكره اللي هو على الثورتين والكلام ده، ملوش اي علاقه خالص. ما هي الناس فاكره من ايه؟ ما هو ما حدش طلع اتكلم وقال وفهم الناس. يعني حضرتك موجود معانا النهارده، بعض الناس اللي بتشوفنا دلوقتي هتفهم النقطه دي. بالظبط. لكن دور رجال الاقتصاد في الدوله انهم يطلعوا ويعلنوا ويقولوا في وسائل الاعلام المختلفه. ده دوركم انتوا مش دورنا احنا. لازم تطلعوا تتكلموا برضو يا دكتور. يعني لا، احنا مستعدين. يعني انت حضرتك لما طلبت يعني لما حد من الاعلام يطلب يبقى الناس هي اللي تقول. طبعا لازم نوضح للناس ايه الفكره، إيه يعني الدنيا ماشيه ازاي، زي ما بيقولوا ما يبقاش الناس كده على يعني بالبلدي كده على عماها. بس يا دكتور ما هو بيحصل برضو مؤتمرات اقتصاديه كتير من خلالها، لانه بتبقى الناس اللي مش حاضره المؤتمر بتبقى مهتمه قوي انها تتفرج على شاشات التلفزيون وفي كل القنوات على تفاصيل المؤتمر. ليه ما بيطلعش رجال الاقتصاد في المؤتمرات اللي زي دي؟ مش لازم بيبقى في برامج، بس يطلعوا يشرحوا فكره الذهب وعلاقته بالاقتصاد، ليه اسعاره بتعلى اسعاره بتنزل، ان الناس مرتبطه. في الان محرك قنوات زي البورصه كده بتبين، بيجي تحليل يومي لاسعار الذهب والاسعار العملات كلها وقت الفضه وكلام في الكلام ده. انا مش بتكلم في الاسعار يا دكتور، انا بتكلم في لا التحليل. ما انا عارف الاسعار، لا التحليل. التحليل ان ليه الذهب عالي، ليه الذهب نزل الكلام ده، ليه الفضه عاليه، ليه الدولار عالي، ليه اليورو نزل كده الكلام ده. احنا محتاجين نفهم. يعني احنا الناس اللي مش متخصصه في الاقتصاد ضروري جدا انها تفهم ايه علاقه الذهب بالاقتصاد. اللي حضرتك قلته دلوقتي ده نقطه مهمه، احنا يمكن كتير مننا ما كانش فاهمها. فعلشان كده بنطلب انه رجال الاقتصاد كل ما يبقى فيه فرصه انه ينفع يتكلموا، انه كلامهم يبقوا واثقين انه هيوصل للناس، يشرحوا فكره الذهب، يشرحوا فكره الدولار، يشرحوا فكره العملات بشكل عام. فكره اسعار البورصه دي بتبقى حاجه عالميه، لانه المجتمع او المواطن المصري البسيط اللي في الشارع ما بيفهمش النقطه دي. صح. طيب احنا الفترة اللي جاية متوقع ايه في اسعار الذهب، خاصة في اللي تناقش داخل المؤتمر، يعني فيما يخص النقطة دي بس اللي تناقش داخل المؤتمر. اقول لحضرتك على حاجة، المتوقع بالنسبة لاسعار الذهب، يعني عشان برضو في ناس كتير وقنوات كتير اتكلمت، وفي خبراء وفي تجار ذهب او رئيس شعبة الذهب اتكلم قبل كده من فترة قريبة جدا على قناة من القنوات طبعا بدون ذكر اسماء، قال لك ان الذهب هيوصل 850 جنيه. تاني يوم سبحان الله نزل ل 650. يعني تاني يوم نزل، حصل دروب كده فنزل.
التوقعات دي كلها عشان كده سميناها توقعات، بنتوقع. بس اقول لك التوقع ده بالنسبه الذهب بالذات ده على حسب المناخ الاقتصادي العالمي، مش على حسب اي دوله ولا امريكا ولا اي دوله، يعني مش محلي، لا ده عالمي. ايه الاحوال الاقتصاديه في العالم؟ الاقتصاد ابتدى يتحسن، يبقى الذهب ينزل. يعني الاقتصاد في العالم نهض، الذهب ينزل على طول. يعني دي حاجه صعب ان هو الذهب عالي اليومين دول عشان للاسف الاحوال الاقتصاديه العالميه يعني فيها تذبذب مش ثابته وفيها ركود. تمام. عالميا. طيب انا هسال حضرتك في نقطه مهمه. طيب. لو تعرفها نستغنى عن الذهب كمواطن مصري، لو ايه؟ لو عرفنا نستغنى عنه شويه الفتره دي لغايه لما الاقتصاد العالمي. انت تقدر تستغنى عن الذهب؟ لو اضطريت لده ولو انا وقعت في موقف زي ده هستغنى عنه. بس في حاجات ما ينفعش استغنى عنها وسعرها بيعلى زي البنزين. بالزبط. البنزين مثلا سعره بيعلى جدا ومحدش فاهم ليه. هعرف النقطه دي من حضرتك بس بعد ما ناخد التليفون ده معانا. استاذ نجيب، الو. الو استاذ نجيب، معانا التليفون. الو. الو صباح الخير. صباح الخير استاذ نجيب، ازي حضرتك يا فندم؟ تمام يا فندم، مع حضرتك اتفضل. لا بقول كنت عايز اعمل مداخله على موضوع الاقتصاد اللي موجود دلوقتي ده. احنا معاك على الهواء يا فندم. ماشي يا فندم اتفضل، الدكتور سامع حضرتك، احنا معاك على الهواء. ماشي. صباح الخير يا استاذ سالي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا دكتور رأس. يا وسام. اهلا وسام. بالنسبه للاقتصاد انا عايز بس يعني يا ريت حضرات الضيوف اللي تيجي توضح للناس نقطة مهمة جدا. اتفضل. ان الاستاذ يعني يوضح للناس دكتور ايهاب ان الرئيس استلم الدولة مديونة بحاجة يعني رهيبة جدا، لدرجة ان احنا عندنا معلومة بتقول ان فوائد الديون في الدولة تقارب 95% من الدخل القومي. طب الراجل اللي هيسجل ديون ولا هيصرف عن بلد ولا هيجيب من فين؟ ما احنا يا فندم كنا بناكل، كانوا بياكلونا زمان بديون، ديون على ديون، بدل ما كانوا يدفعوا الديون دلوقتي بيدفعوا فوائد، بدل ما يجي يدفعوا على الديون والفوائد لا كان بيدفعوا فوائد على الديون. فالناس مش فاهمه ان السيسي استلم دوله مديونه من الالف للياء. انا كنت بقول امبارح الحقيقه استاذ نجيب يعني دكتور ايهاب بالفعل يعني تطرق للنقطه دي من 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 يعني من دقايق قليله. اتكلمنا في مجهود سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في انه بيزود جدا وبينمي في الاقتصاد المصري. بس الناس مش عارفه ان احنا يعني لغايه دلوقتي بنسدد تطابق ديون مش اصل الدين. ما احنا بنعرف بقى الناس الدين لسه ما بتسددش فيه. والله انا بحيي في حضرتك الروح الكويسه جدا دي والله. شكرا لحضرتك. انا وسهلا. شكرا استاذ نجيب. خلينا نرجع تاني بقى لو استغنينا عن الذهب ولو عرفنا واضطرينا وقتها ان احنا نستغنى عن الذهب لزياده الاسعار الى ان يتحسن سعر الذهب في الفتره اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله. البنزين اللي ما بنعرفش نقعد من غيره سواء عندنا عربية أو ما عندناش عربية بنتأثر بزيادة سعر البنزين. طبعا. نعرف بقى البنزين بيزيد ليه على أساس إيه؟ ما برضو حضرتك البنزين ده برضو سعر عالمي. البنزين دلوقتي هنقول إن لا إزاي سعر عالمي لما بيطلع قرار من الحكومة بيقول بكرة أو بداية من التاريخ الفلاني هيتم زيادة حاجة سعر البنزين. حاجة. احنا اتفقنا ان الاجراءات اللي أخذها ست رايس دي اجراءات حاسمة وجريئة. تمام. لكن احنا بنتكلم على زيادة سعر البنزين حاليا. اقول لحضرتك على حاجة، احنا شلنا الدعم البنزين. تمام. اوكي. بس ما شلناهوش كله. في ناس قالت لك ما البنزين 95 ما زادش قوي وال 92 زاد قوي. حضرتك دي فكرة برضو يعني خطأ عند الناس. في البنزين 95 ده اساسا غير مدعم، يعني في الاساس غير مدعم. ماشي. يبقى المدعم لما يتشال الدعم يبقى سعره قريب من الغير مدعم تدريجيا حضرتك. ما هو لسه برضو في تاني عشان ما نكذبش ولا نقول حاجات مش هتحصل يعني. لا ما احنا هنشيل تاني، احنا مش دي اخر مرحله ان احنا نعلي سعر البنزين. السعر لسه بيزيد يعني؟ لا السعر هيزيد. فمش دلوقتي، لا لسه هيزيد على اللونج ران يعني. ليه بقى؟ ما انا بقول لحضرتك ان احنا بنشيل الدعم برضو. الناس نشيل الدعم على البنزين، الناس هتقول دي اجراءات الصندوق الدولي والكلام ده، كل ده برضو كلام يعني غير له اساس من الصحه. ده ملوش علاقه ولا بصندوق دولي، لا ده خطه احنا حطيناها ورسمناها كحكومه
عشان ننهض بالبلد. طب احنا ما عندناش مشكله انه يشيل الدعم من على البنزين علشان يقرب من الاسعار العالميه، ما عندناش مشكله في ده، بس في المقابل محتاجين انه الدخل اللي داخل لنا يبقى زي الدخل في اي مكان بره عشان نعرف نوازن ما بين ده وده، انه بيشيل الدعم او بنشيل الدعم من على حاجات كتير وما بيش بيقابلها في المقابل الناحيه الثانيه زياده في الدخل. ما انا اقول لحضرتك على حاجه، احنا في بدايه كلامي قلت لك الاجراءات دي حاسمه وجريئه ومحدش قدر ياخدها. اوكي. بس في نقطه بقى نتكلم فيها. مش كل حق، انا ما ينفعش اعلي اعمل زي ايام ايه؟ الايام السابقه. ان انا اعلي هنا اعلي مرتبات واروح ايه؟ شايل الدعم. ما ينفعش الكلام ده. كده يعني لا، ما انا حضرتك على انا عملت ايه؟ يعني عملت شلت من هنا وحطيت من هنا. ما هي هي. لا انا لازم في اي اجراء اقتصادي لازم ليه سلبيات، ما نكذبش، حتى في الدول المتقدمه اي اجراء اقتصادي جامد ليه سلبيات. يعني اخذنا قرار زي تعويم وسعر الصرف ليه سلبيات، واحنا قلنا في بدايه كلامنا ان ليه تضرر بيه المواطن المتوسط. كده كده الموضوع مش متحمل بزياده على المواطن. لا ما انت ما احنا يعني احنا بنزود بيشيل الدعم فبنزود السعر. اوعي تفتكر حضرتك ان انا مثلا مش متاثر ولا حضرتك مش متاثر، كلنا متأثرين. متاثرين، بس لازم نستحمل عشان نطلع. مش عايز اقول عنق الزجاجه اللي بنسمعها من واحنا صغيرين، بس لا احنا بنقول، بقول لك انا والله في المجال الاقتصادي انا شايف ان الاجراءات اللي بنعملها دي او الاجراءات الحكومه اللي بتعملها والاجراءات اللي اخذها سياده الرئيس دي اجراءات كويسه جدا. هنشوف نتائجها. وانا قلت لحضرتك لما قلت لي هنتوقع قد ايه، مش اقل من سنه سنتين هتلاقي في يعني حاجات طرقت على مصر كتير جدا، وهتأثر بقى تبتدي مصر تنهض، وبدليل المؤتمر اللي لسه فعالياته شغاله لحد دلوقتي تاني يوم النهارده. ان ده مؤتمر زي ده ان يجي مصر هنا مش حضرتك يعني حاجه يعني بسيطه، بالظبط مش حاجه قليله ان يحضر. طيب توقعات حضرتك الفتره القادمه ختاما كده للاقتصاد المصري، وهل مصر هتبقى مؤهله للتحول لمركز عالمي في الاستثمارات الخارجيه واقتصادها يعني هينمو بدرجه ملحوظه خلال الفتره اللي جايه؟ انا اقول لحضرتك على حاجه، احنا هنتكلم مثلا في قطاع زي قطاع السياحه. قطاع السياحه الحمد لله رب العالمين ابتدى يبقى كويس جدا، ابتدت السياحه بتاع الصين واليابان، وابتدت ترفع قيود المانيا وبريطانيا رفعت قيود السياحيه لمصر، والحمد لله خلاص يعني قاب قوسين او ادنى السياحه الروسيه ترجع. فدي كلها طبعا بتعود على مصر بحاجه كويسه جدا. غير طبعا ان الاجراءات برضو الاقتصاديه في بالنسبه لمليون ونص فدان الاستصلاح اللي اقر بيهم سياده الرئيس دي حاجه كويسه جدا، هتتيح فرص عمل للشباب كويسه جدا طبعا. وده طبعا شيء يعني هيتضح يعني بفتره قريبه جدا، يعني النتائج بتاعته هتظهر قريب جدا. طبعا السياحه دي العامل الاساسي بتاع اي دوله. بالظبط. واحنا الحمد لله عندنا سياحه كتير، يعني سياحه كويسه جدا بدات ترجع تاني. لا الحمد لله رب العالمين، يعني لسه راجع من مرسى علم مثلا، يعني السياحه فيها ممتازه. يمكن هي من ضمن الاماكن السياحيه اللي ما بتاثرش قوي بالسياحه، لانها ليها سياحه معينه يعني كلاس ايه زي ما بيقولوا. بس لا فيها سياحه كويسه جدا، شرم ابتدت الحمد لله فيها سياحه كويسه جدا، الغردقه، في الاماكن كلها ابتدت يعني. حتى المواطن العادي كنا الاول بنقول من سنتين كده ده احنا بهدلنا شرم بهدلنا الغردقه مش عارف ايه، مصريين ابتدوا يروحوا الكلام ده. لا الحمد لله دلوقتي كله سياحه، حتى بدليل ان الاماكن الاشغال في الفنادق كلها الحمد لله. دكتور ايهاب فريد الخبير الاقتصادي بشكرك، شكرا جزيلا لوجودك معايا النهارده. اهلا بيك، سعيد بيك يا فندم. شكرا لحضرتك. اهلا وسهلا. مشاهدينا نخرج لفاصل اخير في حلقتنا النهارده، نرجع مع فقره الصحافه، انتظرونا بعد الفاصل.